إيجابية أخرى في انطلاقة شواطي مساء هذا اليوم وشوطنا السابع الذي تمت انطلاقته. هنا شوطنا السابع الخاص بالزمول المحليات الأصايل بانطلاقات أبناء القبائل في هذه الأمسية. نتابع ونسير مشاهدينا ومتابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة والمركز الأول حشيم لشمال بن محمد بن شمال الغفلي من ياتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما سلهود السيف بن راشد بن سويدان نكتبي من ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هنا الانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة. هنا أيضا يأتي بركان محمد بن عبيد بن ضبيعة اللي يكتبي من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع والوصول هنا من بحر حارب بن يمعة بن صبيح الفلاسي من يقدم لنا بحر في هذه اللحظات، ولكن أرى عزام لسالم بن سلطان بن ميرين نكتبي من ينطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء. هنا هو التحدي، أرى وصول هنا من مرضي هذه الانطلاقات لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك مزعج لسالم بن حمد بن سليم نكتبي من الجانب الآخر، وأرى شعار بو ناصر أيضا يأتينا بهذه اللحظات، شعار محفوظ بن خميس اللي نيبي من ينطلق هذه اللحظات بهذا الأداء. هنا هو التحدي الجميل لمن يأتي في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلق في هذه اللحظات على المركز الثامن درب هنا عمران بن راشد المدحاني الكتبي من يأتينا بانطلاقته وتحدياته، ولكن من الجانب الآخر أرى التسلل هنا أيضا على تاسع المراكز والقادم في هذه اللحظات السامر عبد الله بن علي بن عبد الله الراسبي، وعلى المركز العاشر والمنطلق بحر عاشرا هنا بانطلاقة حارب بن يمعة بن صبيح الفلاسي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف العشرة المراكز الأولى هناك أرى أسامي، أرى شعارات تتواجد في مسيرة هذا الشوط. أعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى سلهود، من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلهود هنا يسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة بانطلاقة سيف بن راشد بن سويدان الكتبي من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا هنا بن درويش يقدم لنا مرضي سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري مع مرضي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. نهم محفوظ بن خميس اللي نبي يقدم نهم هنا في هذه اللحظات بانطلاقته وتحدياته. المركز الرابع، يأتي بركان محمد بن عبيد بن ضبيعة اللي يكتبي، والقادم في هذه اللحظات درب عمران بن راشد المدحاني اللي يكتبي يأتينا خامسا، وعلى المركز السادس حشيم شمال بن محمد بن شمال الغفلي مع حشيم هنا من يأتي سادسا، وفي المركز السابع عزام هنا لسالم بن سلطان بن ميرين نكتبي يقدم لنا عزام، ومن الجانب الآخر السامر عبد الله بن علي بن عبد الله الراسبي مع السامر طلاقته وتحدياته. الوصول هنا
في هذه اللحظات القادم على ثامن المراكز. مكلف بهذه الانطلاقات لمحمد بن خليفة بن سالم بن حلوكة من يأتينا في هذا الأداء هنا على المركز الثامن تاسع المراكز. قلنا عزام يتراجع لسالم السلطان ممرين لقتبي والمركز العاشر هنا مزاحم مزعج هنا يأتينا لسالم بن حمد بن سليم لقتبي بشعار مزاحم ينطلق مع مزعج هنا في هذه اللحظات على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط مع الأربعة كيلومترات أربعة الانطلاقات والتحديات غادرناهن وأربعة ابتدا هنا لمسافتنا الثمانية. نعود مع سلهود المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلهود سيف بن راشد بن سويدان هنا لقتبي يأتي بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. مرضي في المركز الثاني سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري النهم هنا ينطلق لمحفوظ بن خميس الينيبي. هنا أبو ناصر يقدم لنا نهم بهذه اللحظات بهذه الانطلاقات القدوم بهذا الأداء والقادم من الجانب الآخر. السامر يأتينا هنا منطلقا بتحدياته السامر هنا بإداءاته المتميزة. يأتي عبد الله بن علي بن عبد الله الراس بمن ينطلق ولكن أرى هنا التسلل من درب عمران بن راشد المدحاني لقتبي. المركز السادس وياتي مكلف محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة هنا المنطلق بهذه اللحظات على سادس المراكز. المركز السابع هنا بركان محمد بن عبيد بن ضبيعة لقتبي مع بركان وبن شمال مع حشيم شمال بن محمد بن شمال لغفلي مع حشيم منطلق بهذه اللحظات هنا على المركز الثامن والمركز التاسع. ياتي عزام لسالم بن سلطان بن مرين لقتبي وعاشر المراكز. المركز العاشر مزعج لسالم بن حمد بن سليم لقتبي من ينطلق هنا على عاشر المراكز. هذه هي الاسماء هنا العشره الاولى في موقع واحد ما شاء الله. خلف المراكز العشره ايضا اسامي ايضا شعارات تتواجد ولكننا عوده الى الصداره لنا عوده الى المقدمة إلى المركز الأول إلى سلهود المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلهود سيف بن راشد بن سويدان نحضير لقتبي المنطلق هنا على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة المركز الأول. بينما المركز الثاني نهم على المركز الثاني نهم يأتينا على ثاني المراكز هنا بانطلاقة محفوظ بن خميس لينيبي مع نهم. أرى مرضي على المركز الثالث لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري وهناك مكلف محمد بن خليفة بن سالم بن حلوكة يأتينا على المركز الرابع والمركز الخامس. هنا درب يأتي عمران بن راشد المدحاني لقتبي هذه اللحظات على المركز الخامس وسادس المراكز. ياتي حشيم شمال بن محمد بن شمال الغفلي هنا هذه اللحظات هذا الاداء على المركز السادس. هناك التسلل في هذه اللحظات ياتينا هنا انطلاقة عزام من الجانب الآخر لسالم بن سلطان بن مرين لقتبي والكاسبي مع السامر عبد الله بن علي بن عبد الله الراسبي مع السامر مزعج هناك تاسعا. يأتينا مزعج على المركز التاسع لسالم بن حمد بن سليم لقتبي وعلى المركز العاشر والقادم بركان على المركز العاشر. لا زال بركان هنا في المركز العاشر لمحمد بن عبيد بن ضبيعة لقتبي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة
للمراكز العشرة الأولى، خلف المراكز العشرة أيضا شعارات تتواجد، ولكن نعود مع سلهود المسيطر على الصدارة، المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور سيف بن راشد بن سويدان بن حضير بن قتبي المسيطر بصدارة هذا الشوط، ولكن أرى نهم هنا في هذه اللحظات يتسلل هنا أيضا نهم في الانطلاق وفي التحدي لمحفوظ بن خميس لينيبي أبو ناصر، يقدمه هذه اللحظات على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك المتسلل مكلف لمحمد بن خليفة بن سالم بن حلوكة، من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث مرضي ثالثا سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش، هنا من ينطلق على سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش مع مرضي ثالثا، وهنا وصل عزام بهذه اللحظات، معزم بهذا الأداء. هنا أيضا سالم بن سلطان بن ميرين نكتبي يأتينا ثالثا، الله رابعا، الله هنا رباعية بعد الكيلومتر الأخير، الله ولكن نهم على الصدارة، نهم على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور يسلوم ومكلف، نهم ومكلف، مكلف ونهم وعزام ومرضي يسلوم، لمن الناموس يسلوم مكلف وعزوم يسلوم، الله التحدي الأخير، طارن الزمول يسلوم هنا مكلف لمحمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني عزام لسالم بن سلطان بن ميرين اللي اكتبي يسلوم اللحظات الأخيرة عزام ومكلف وعزوم يسلوم، الله اللحظات الأخيرة، لمن الفوز لمن الناموس، يا سلام، عزم على الفوز والناموس، عزام، تهانينا لسالم بن سلطان بن ميرين نكتبي سلام الفوز، سلام على هذا الأداء. المركز الثاني مكلف لمحمد بن خليفة بن سالم سعيد بن حلوكة، المركز الثالث مرضي سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش، ووصل نهم على المركز الرابع لمحفوظ بن خميس النبي. المركز الخامس هنا المختبر، فجأنا في اللحظات الأخيرة، ما يبنى له طاري طول 8 كيلومترات إلا هنا محمد بن غريب راشد القتبي، هو 13 دقيقة 5 ثواني، جزئين من الثانية، توقيت الزمني هنا لعزام، تهانينا هو الناموسي على هذا الفوز السالم بن سلطان بن ميرين القتبي بهذه الانطلاقات، بينما مكلف من أتى على المركز الثاني ب 13 دقيقة 5 ثواني، 4 من الأجزاء من الثانية. هنا تهانينا لمحمد بن خليفة بن سالم سعيد بن حلوكة، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشاهدينا الكرام، هنا أيضا مرضي من وصل ثالثا قاطعا المسافة، مرضي في انطلاقاتنا وتحدياتنا للمركز الثالث. المركز الثاني أخذنا توقيته يا مخرجنا، هنا المركز الثالث 13 دقيقة 7 ثواني، 4 من أجزاء من الثالثة، توقيت مرضي لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.